التعليم اللي علمناه. هندخل دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم. اقفل الباب وراك. الخرفان بتاكله اهي، عشان في ناس بيقول لك المعيز، لا معيز، خرفان، عجول، جاموس، اي حيوانات بتاكله بتاكله بشراهه. خلي بالكوا احنا ناس غرب، مش المفروض يهجموا علينا الهجمه دي. بس عم محمد الراجل الطيب، انت قلت لي ايه بره يا عم محمد؟ بياكلوه البهائم بقى، بياكلوه قوي. ها بياكلوه، بيحبوه. يعني لو سيبناهم خرجوا، لو سيبناهم هياكلوا المزرعه خالص، هياكلوا الثلاث جدادين كلهم، هيخلصها عليهم، مش هيخلوا حاجه، مش هيخلوا حاجه. ها اذا مش هيخلوا حاجه. خلينا واقفين بعيد كده عشان احنا غرب، بس الحيوانات بتخاف زي ما انتم شايفين كده هاجمين. من السنة الجاية ان شاء الله اللي هو الصيف الثالث بيبقى عود بقى خشب والورق فوق ويبدأ يتساقط. الكلام ده كله ممكن نعمله مرعى بقى طبيعي، يعني من الصيف الثالث نعمله بقى مرعى طبيعي، ما عندناش حاجة خضرية تحت، نسيب حيوانات زي ما احنا عايزين، في نسبة طل ليهم كويسة جدا، وفي نفس الوقت اي ورق هيقع هياكلوه ان شاء الله. بياكلوه ناشف، واخضر، بيتلهفوا عليه. اه ناشف واخضر، يعني يعني انا لما بكتب على النت مستساغ جدا على طول. اه بياكل على طول زي ما انتم شايفين كده، هم اصلا لسه واكلين ومع ذلك شافوهم خرجوا يجروا وكلوهم، اتلموا عليهم وربنا يبارك لصاحبها ويبارك له فيهم. الورق البولونيا مستساغ جدا، 20% بروتين، كل ما هتقرب هتقع ابرة عشان احنا غرب، 20% بروتين ومستساغ جدا للحيوانات. مع السلامة.